أبنائي وبناتي طلبة وطالبات ثانوية عامة ثالثة ثانوي علمي علوم، أهلا بيكم. بنراجع النهاردة مادة الجيولوجيا، هنحل مع بعض أسئلة شاملة عن المنهج ونشوف الإجابات النموذجية ليها، ونتدرب كده مع بعض على إزاي نجاوب على طريقة السؤال إجابة نموذجية مع بعض. كده أول سؤال بنقول النهاردة، أول سؤال: الهوابط والصواعد هي عبارة عن كربريتات كالسيوم. لا طبعا، الصواعد والهوابط دي عبارة عن كربونات كالسيوم. احنا فاكرين الصواعد والهوابط كانت عبارة عن عمل ترسيبي للمية الأرضية. الهوابط رواسب جيرية تتدلى من سقف المغارة، الصواعد رواسب جيرية تنمو من أرض المغارة. طالما هي مواد جيرية تتكون من معدن الكالسايت، واحنا عارفين طبعا معدن الكالسايت بيتكون من كربونات الكالسيوم. تاني سؤال مع بعض، بنشوف بنقول اختار الإجابة الصحيحة. معدن له بريق زجاجي ويخدش قطعة الزجاج وله مكسر محاري. تعال شوف كده مع بعض، احنا خدنا اتنين من المعادن لهم بريق لا فلزي زجاجي، مين هما؟ الكالسايت والكوارتز. طب مين في الاتنين ليه مكسر محاري؟ كوارتز. طب حد فاكر تركيب الكيميائي للكوارتز؟ تعال نشوف الاختيارات مع بعض: كربونات كالسيوم، ثاني اكسيد السيليكون، كربونات نحاس، كبريتات كالسيوم لا مائي. يبقى الاجابه ايه هي؟ ثاني اكسيد السيليكون، معدن الكوارتز تركيبه الكيميائي ثاني اكسيد السيليكون. السؤال اللي بعده، نشوف مع بعض السؤال، اختر الاجابه الصحيحه. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من التربه، تربه وضعيه وتربه منقوله. تعالوا نشوف مع بعض الفرق. هو هنا بيسالك عن التربه الوضعيه، ادالك عده اختيارات، قال لك تتميز بايه؟ حد فاكر التربه الوضعيه وايه صفاتها؟ يلا نفتكر مع بعض. اول اختيار: تتدرج النسيج من السطح حتى تصل الى الصخر الاصلي. هل فيها تدرج في النسيج؟ طبعا ما فيهاش تدرج في النسيج، التربه الوضعيه فيها تدرج في النسيج ما عدا وجود حصى مستدير الحواف، لان حصى مستدير الحواف كان في التربه المنقوله. نقول مع بعض تاني، احنا عندنا نوعين من التربه، تربه وضعيه وتربه منقوله، مين في الاثنين فيها حصى حاد الزوايا وجلاميد حاد الجوانب؟ كانت تربه وضعيه. طب مين فيها حصى مستدير الزوايا؟ كانت تربه منقوله. يبقى التربه الوضعيه فيها كل الصفات اللي احنا عارفينها. تعالوا نفتكر مع بعض صفات التربه الوضعيه. واحد، يوجد تدرج وانتظام في النسيج، النسيج مترتب من الصخر الاصلي حتى سطح التربه. تاني حاجه، التربه الوضعيه كانت بتتكون في نفس مكانها من الصخر الذي اسفلها. تالت حاجه، التربه الوضعيه تشبه الصخر الاصلي. طب حد فاكر ليه التربه الوضعيه بتشبه الصخر الاصلي؟ مع بعض نفتكر، لان التربه الوضعيه تتفتت من الصخر الاصلي بفعل عوامل التجويه. طالما بتتكون في نفس مكانها بفعل عوامل التجويه، يبقى يوجد تدرج في النسيج تشبه الصخر الاصلي في التركيب الكيميائي والمعدني، وتتكون في نفس مكانها من الصخر الذي اسفلها. طب التربه المنقوله؟ يلا نقول العكس تماما، اولا تتفتت في مكان وتنقل الى مكان اخر. اثنين، تختلف عن الصخر اللي تحتها في التركيب الايه والايه؟ الكيميائي والمعدني. طب هل التربه المنقوله يوجد تدرج وانتظام في النسيج؟ طبعا لا، يوجد حصى مستدير الزوايا. السؤال اللي بعده، نشوف كده مع بعض. قد لا تتكون دلتا النهر في احوال خاصه. طبعا كلنا عارفين شروط تكوين الدلتا، الدلتا بتتكون عند التقاء النهر بالبحر. كنا بنقول كده مع بعض، لما النهر يقابل البحر يتفرع ويكون دلتا النهر. اقرب دلتا زي دلتا ايه؟ دلتا نهر النيل. دلتا نهر النيل تتكون عند التقاء النهر بالبحر المتوسط. ايه شروطها؟ هو شرط واحد، لازم البحر يكون هادي وخالي من الامواج الشديده. دلتا نهر النيل كانت كام فرع؟ كانت 7 فروع، وتسدوا بقى قد ايه؟ فرعين، دمياط ورشيد. احنا قلنا شروط الدلتا لازم البحر يكون هادي. طب لو افترضنا العكس، لو البحر شديد الامواج والتيارات هيعمل ايه؟ الموجه الشديده هتكتسح كل ما ترسب الدلتا، يعني كل ما الدلتا تحط رواسب وتتكون تيجي الامواج الشديده بتاعه البحر تكتسح هذه الرواسب، فبالتالي لا يتفرع النهر ولا تتكون دلتا. يبقى شروط تكوين الدلتا لازم البحر يكون هادي خالي من الامواج الشديده. لما اقول سؤال زي ده علل، قد لا تتكون دلتا في احوال خاصه، امتى ما تتكونش دلتا؟ لما يكون البحر شديد الامواج والتيارات يكتسح كل ما ترسبه الدلتا ويميل قاعه للهبوط، ده ما يديش فرصه ان الدلتا تتكون.
طب النهر يصب ازاي؟ يبقى مصب عادي بدون ان يتفرع وبدون تكوين الدلتا. طب حد فاكر كده مع بعض رواسب الدلتا؟ غير انها بترسب الرمال ثم الغريم ثم الصلصال. تعالوا نفتكر في انواع تانية من الرواسب، رواسب معدنية لها قيمة اقتصادية. يا ترى ايه نوع الرواسب دي؟ تعالوا نفتكر مع بعض، ذهب، ماس، قصدير، ورمال سوداء. ممكن يسألك بس عن الرمال السوداء، يقول لك ايه؟ أين توجد الرمال السوداء؟ وإيه هي أهميتها الاقتصادية؟ تعالوا نفتكر مع بعض. الرمال السوداء توجد شمال الدلتا من رشيد للعريش، واخدة الساحل الشمالي كله. فيها معادن اقتصادية طبعًا، زي إيه المعادن؟ تعالوا نفتكر مع بعض. مونازايت، هذا المعدن يحتوي على عنصر اليورانيوم. طبعًا كلنا عارفين عنصر اليورانيوم بيولد طاقة نووية. في معدن تاني اسمه ألمانايت، يبقى نقولهم مع بعض كده. قول معايا كده وانت قاعد قدامنا، مونازايت، ألمانايت، زيركون. الزيركون معدن يحتوي على عنصر زيركنيوم. نقولهم تاني، مونازايت، ألمانايت، زيركون. الألمانايت والزيركون يستخدمان في صناعة السيراميك. نشوف السؤال اللي بعده. بنقول اشرح أهمية الرمال السوداء. يلا نقولها تاني، بها معادن ذات قيمة اقتصادية. مونازايت وده عنصر مشع، في عنصر يورانيوم بيولد طاقة نووية. ألمانايت، زيركون، والزيركون معدن، والزيركنيوم عنصر. اوعى تنسى تفرق ما بين المعدن والعنصر، ويستخدمان في صناعة السيراميك. السؤال اللي بعده، تعالوا نفتكر مع بعض نظرية الألواح التكتونية اللي افترضها مين؟ العالم أوليفر سايكس إيزاكس. كان في نوعين من حركة الألواح التكتونية، حركة تباعدية وحركة تقاربية. التباعدية كانت نتيجة قوة شد، أما التقاربية قوة ضغط. حركة التباعدية سميناها حركة إيه؟ بنائية. أما التقاربية سميناها حركة هدامة. تعالوا نفتكر كده سبب حركة الألواح التكتونية. سبب حركة الألواح التكتونية هي تيارات الحمل الدورانية اللي في الأسينوسفير. فاكرين الوشاح في الباب الأول؟ كانت في طبقة اسمها الأسينوسفير الوشاح العلوي، كانت صخور لدن مائعة فيها تيارات الحمل. تيارات الحمل الدورانية دي نوعين، صاعدة وهابطة. هنا بيسألك السؤال بيقول إيه؟ تعرض القشرة المحيطية لقوة شد، وفي منطقة أخرى تعرضت لقوة ضغط. هنا اعتبرهم سؤالين في سؤال واحد، خد كل جزء وجاوب لوحده. أولاً لما تعرضت القشرة المحيطية لقوة شد نتيجة حركة تباعدية، تتباعد الألواح المحيطية تكون حيد وسط المحيط نتيجة تيارات حمل صاعدة. أنا عندي نوعين من تيارات الحمل، تيارات حمل صاعدة وتيارات حمل هابطة. تيارات الحمل الصاعدة تكون، افتكر المنظر ده كده، حيد وسط المحيط، الارتفاع المحدود الضيق في وسط المحيط. طب تاني سؤال، قوة الضغط تعمل إيه؟ قوة الضغط الألواح المحيطية تتكون الأغوار. حد فاكر إيه الأغوار دي؟ شكوك عميقة في قاع المحيط نتيجة تيارات حمل هابطة. يبقى هنقول تاني الإجابتين عكس بعض، وافتكر كده، حيد وسط المحيط عكس الأغوار. حيد وسط المحيط يتكون بفعل قوة شد، حركة تباعدية. يتكون حيد وسط المحيط نتيجة تيارات حمل صاعدة. أما تيارات الحمل الهابطة تكون الأغوار نتيجة قوة ضغط. السؤال اللي بعده نفتكر مع بعض. ماذا يحدث؟ حك معدن البيريت بقطعة خزف غير مصقول. حد فاكر المخدش؟ يعني إيه مخدش؟ دي أحد صفات المعدن، صفة بصرية ولا صفة تماسكية؟ برافو، قول معايا كده، دي خواص بصرية. إيه الخواص البصرية؟ دي خواص بتعتمد على الضوء الساقط على المعدن والمنعكس منه. كانوا إيه الصفات البصرية؟ بريق، لون، عرض اللون، شفافية، مخدش. قولوا معايا تاني، بريق، لون، عرض اللون، شفافية، مخدش. ايه بقى المخدش؟ لون مسحوق المعدن. واحد يقول لي هنجيب ازاي لون المسحوق بتاع المعدن؟ بص يا حبيبي، لون مسحوق المعدن لما اجيب قطعة خزف غير مصقول. يعني ايه غير مصقول؟ يعني خشب، ونحك المعدن هينزل منه بودر. لون مسحوق المعدن هو ده المخدش. طب البيرايت الذهبي ده معدن لونه ذهبي، لما نحكه بقطعة الخزف الغير مصقول هينزل مخدش لونه اسود.
يبقى مخدش البيرايت الذهبي لونه اسود. عايزه افكركم بحاجه، سؤال مهم بيجي كتير في الامتحانات، علل ليه يفضل المخدش عن اللون في التعرف على المعدن؟ لما تحب تتعرف على المعدن في الطبيعه، ازاي تميز هذا المعدن بالمخدش ولا اللون؟ انهي صفه تفضل؟ طبعا واحد يقول لي المخدش. ليه؟ المخدش ثابت ما بيتغيرش، لون مسحوق المعدن ثابت حتى لو اللون اتغير. طب احنا فاكرين اللون بيتغير على حسب كميه الشوائب او اختلاف التركيب الكيميائي، لكن صفه المخدش هي صفه ثابته ما بتتغيرش. طب تعالوا نفتكر، الهيماتايت لونه احمر او رمادي، لكن له مخدش واحد لونه احمر، مخدش الهيماتايت احمر، مخدش البيرايت الذهبي لونه اسود. طب مخدش الكوارتز، واحد يقول لي طب ما الكوارتز ليه خمس الوان. فعلا كوارتز ليه خمس الوان، تيجي نفتكر الوان الكوارتز، وردي، بنفسجي، ابيض، نقي شفاف، اي كوارتز في الخمس الوان له مخدش واحد لونه ابيض. يبقى نقول مع بعض صفه المخدش لون مسحوق المعدن، ولما نحك معدن البيرايت الذهبي هيديني مخدش لونه اسود. السؤال اللي بعده، الشبه والاختلاف. خلي بالك احيانا في الامتحان يقول لك قارن ويسيب لك المقارنه مفتوحه، احيانا يقول لك لا هو عايز الشبه والاختلاف. ساعتها لازم نحدد الاول اوجه الشبه وبعدين اوجه الاختلاف. هنا عايز الشبه والاختلاف ما بين الرخام والنايس. تعالوا نفتكر باب الصخور مع بعض، الرخام والنايس هما الاثنين صخور متحوله. طب ايه الفرق؟ خلاص هو ده الشبه، الاثنين صخور متحوله، واحنا عارفين الصخور بتتحول بالحراره او الحراره والضغط. يبقى الشبه الرخام والنايس صخور متحوله. طب الاختلاف، تعالوا نشوف الاختلاف. الرخام صخر متحول كتلي، احنا عندنا نوعين من الصخور متحوله، يا ريت كده نفتكرهم مع بعض، متحوله كتليه ومتحوله متورقه. طب الرخام انهي نوع فيهم؟ متحول كتلي، وطالما متحول كتلي يبقى بيتحول بالحراره فقط. احنا عندنا المتحوله الكتليه تتحول بالحراره، المتحوله المتورقه تتحول بالحراره والضغط. فاحنا نبتدي دلوقتي بالرخام. ايه الاختلاف بينه وبين النايس؟ اولا هو متحول كتلي يتحول بالحراره. طالما بيتحول بالحراره البلورات بتاعه الكالسايت بتكبر وتتلاحم. طالما البلورات تنمو بالحراره وتتلاحم يبقى اسمه نسيج حبيبي، يبقى الرخام نسيجه حبيبي. افتكر نسيج الصخر، يعني ايه نسيج الصخر؟ حجم الحبيبات. يبقى متحول كتلي يتحول بالحراره، رقم ثلاثه نسيجه حبيبي. طب ايه الصخر الاساسي اللي بيتحول منه الرخام؟ هو صخر الحجر الجيري. طب مين هنا المتحول، الحجر الجيري ولا الرخام؟ فكر كويس، الرخام. حجر الجيري ده صخر رسوبي، ورسوبي عضوي او رسوبي كيميائي، يتحول بالحراره الى رخام. طب بيجيب الحراره منين؟ يتلامس مع الصهير. فاكرين الصهير او المجمع او الصهاره؟ عند تلامس الحجر الجيري مع الصهير ياخد منه حراره ويتحول الى رخام. يبقى صخر الرخام يتكون من معدن الكالسايت، الحجر الجيري بيتكون من معدن الكالسايت. ويجي سؤال من بره كده المقارنه يقول لك ايه؟ عايز صخرين في المنهج ما فيش غيرهم، صخرين عندنا يتكونان من معدن الكالسايت، احداهما رسوبي عضوي والاخر متحول كتلي، الاثنين فيهم معدن الكالسايت. تعالوا نشوف، يبقى الحجر الجيري يتكون من معدن الكالسايت وده صخر رسوبي عضوي. طب الرخام برضه صخر متحول يتكون من معدن الكالسايت. تعالوا بقى نشوف النايس، يبقى احنا دلوقتي بنعمل شبه واختلاف ما بين الرخام والنايس. الرخام والنايس هما الاثنين صخور متحوله، بس ايه الفرق؟ الرخام قلنا متحول كتلي. طب النايس العكس بقى، صفات النايس تعكس صفات الرخام. اولا هو متحول متورق، بيتحول بالحراره ولا بالحراره والضغط؟ بالاثنين. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل بالحراره والضغط. البلورات هتنمو بالحراره، وفي نفس الوقت وهي بتنمو بالحراره بتترتب في صفوف في اتجاهات واحده، في اتجاه واحد، في صفوف متوازيه عمودي على اتجاه الضغط. نقول تاني، البلورات بتنمو بالحراره وفي نفس الوقت اثناء نموها بالحراره بتترتب في اتجاه عمودي على الضغط.
هذا الترتيب بلورات المعادن في اتجاه واحد بيعمل صفائح، ومن هنا دي اسمها خاصية التصفح أو التورج. الرخام لا يوجد بيها صفائح، لكن النايس يوجد بيه صفائح، وصفائح عبارة عن صفائح متقطعة. طب تعالوا نشوف، احنا قلنا الرخام متحول من مين؟ من الحجر الجيري، رسوبي عضوي، لكن النايس متحول من جرانيت، صخر الجرانيت الناري عندما يتعرض للضغط والحرارة يتحول إلى صخر النايس. طب أسألك سؤال، هل المكونات المعدنية لصخر الجرانيت هي المكونات المعدنية لصخر النايس؟ طبعا، مش ده متحول من ده؟ يبقى نشوف، الجرانيت كنا بيتكون من مايكا، كوارتز، فلسبار، وقليل من الأنفيبول، يبقى نفس الكلام، صخر النايس تركيبه المعدني مايكا، كوارتز، فلسبار، نفس التركيب المعدني، لكن الرخام بيتكون من معدن الكالسيوم، يبقى احنا عملنا له كده الشبه والاختلاف. إجابة منفصلة، مش مقارنة شاملة ما بين الاثنين، لا، هو عايز وجه الشبه وجه الاختلاف. السؤال اللي بعده، رسم بقى. طبعا احنا بيجي لنا رسم أو اتنين أو تلاتة في الجيولوجيا، أول ما بتشوف الرسمة أنت بتخاف، لكن فكر فيها كده خطوة خطوة تلاقي الرسمة سهلة جدا، بس بتفكير هادي هتعرف توصل للإجابة. أنا عندي هنا تراكيب جيولوجية وهي تراكيب تكتونية، بيسألك عن التركيب سي، حد فاكر التراكيب التكتونية؟ هي تراكيب تكونة بفعل القوة الداخلية المنبعثة من باطن الأرض، سميناها تكتونية، تراكيب ثانوية تكتونية، مثل فوالق، فواصل، طيات. افتكر مع بعض، فوالق، فواصل، طيات. طب التركيب سي ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن طي. طب نوعها ايه؟ طية محدبة. بيسألك لماذا؟ يعني ايه اللي خلاك تفكر في هذه الإجابة؟ ما هي طية، مش عرفك هي طية محدبة ولا مكعرة؟ تقول له عشان الطبقات منحنية لأعلى. بمجرد ما الطبقات تبقى منحنية لأعلى والمركز أقدم الطبقات يبقى دي طية ايه؟ طية محدبة. طب بيسأل عن التركيب ايه؟ نبص كده على التركيب ايه؟ يا ترى ده فالق عادي ولا فالق معكوس؟ برافو، كلنا هنقول ده فالق ايه؟ عادي. ليه ده فالق عادي؟ فكر كده مع بعض، ازاي تعرف تفرق في الامتحان ما بين الفالق العادي والفالق المعكوس؟ على اي رسمه؟ حط قدامك اساس، قدامك اساس، والاساس ده اي رسمه تعرف تتعامل معاها. ده يعتبر فالق عادي ليه؟ لان صخور الحائط العلوي تتحرك الى اسفل. طبعا احنا عارفين الفالق المعكوس، صخور الحائط العلوي تتحرك الى اعلى. يبقى وانت قاعد كده قدام الرسمه في الامتحان تشوف فين صخور الحائط العلوي، تحدد مكانها، هي الصخور التي تقع اعلى مستوى الفالق. بعد ما نحدد مكان صخور الحائط العلوي نشوف اتجاه الحركه، الى اعلى ولا الى اسفل. والله اتحركت الى اسفل يبقى فالق عادي، تحركت الى اعلى يبقى فالق معكوس. نرجع للرسمه تاني، عايز هو دلوقتي التركيب A وB. احنا عندنا A قلنا فالق عادي، طب وB عرق. طب هو عايز ترتيب الاحداث، خلي بالك دايما يسالك في ترتيب الاحداث، ايهما اقدم وايهما احدث. طب انا عندي هنا ثلاث تراكيب جيولوجيه، عندي طيه وعندي فالق وعندي عرق. طب احنا عارفين ايه هو العرق؟ ده احد اشكال الصخور الناريه المتداخله. طب ليه سميناها متداخله؟ لانها تتداخل بين طبقات الصخور الرسوبيه، يا قاطعه يبقى اسمها عرق، يا موازيه اسمها جدد. بص كده على العرق، شوفوا اتكسر ولا سليم؟ هتقولي لا يا مس منال ده العرق سليم، يبقى حدث قبل الفالق ولا بعد الفالق؟ طبعا حدث بعد الفالق. يعني خلي بالك كده، ازاي اعرف العرق حدث قبل الفالق ولا بعد الفالق؟ لو لقيت العرق اتكسر واتحرك يبقى ده حصل بعد الفالق. انا اسفه، لو لقيت العرق متحرك يبقى حصل ايه الاول؟ العرق الاول ثم الفالق. لكن في الرسمه اللي قدامك حدث ايه؟ الفالق الاول ثم العرق، لان العرق سليم. تعالوا نقول ترتيب الاحداث، الطيه ثم الفالق ثم العرق. الطيه الاول ثم اتكسرت بفعل الفالق العادي ثم صعدت المجمى وكونت العرق بعد حدوث الفالق. نشوف الرسمه اللي بعدها او السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي عرف الزلزال او ما المقصود بالزلزال. طبعا تعريف سهل جدا، ايه تعريف الزلزال؟ طاقه حبيسه في باطن الارض
تخرج على هيئة هزات أرضية تحدث واحدة تلو الأخرى، يعني بيحصل الهزات متتالية سريعة ورا بعض. نقول من أول وجديد، نقول مع بعض التعريف: طاقة حبيسة في باطن الأرض تخرج على هيئة هزات أرضية سريعة تحدث واحدة تلو الأخرى تنتاب القشرة الأرضية. تنتاب يعني تحدث للقشرة الأرضية. الزلازل دي يا تأثيرها ضعيف جدا يا تسبب دمار شديد جدا. يبقى نقول تعريف الزلزال مع بعض. حاول كده تقول معايا التعريف: طاقة حبيسة في باطن الأرض تخرج على هيئة هزات أرضية سريعة تحدث واحدة تلو الأخرى تنتاب القشرة الأرضية وتأثيرها يا ضعيف جدا يا تسبب دمار شديد. تاني تعريف يقول لك: عرف البركان. إيه تعريف البركان؟ طبعا كلنا خدنا درس البركان في باب الصخور وعرفنا أجزاء البراكين وأنواع البراكين، ونقول التعريف الأول وبعدين نعمل كده مراجعة سريعة على البراكين. يعني إيه بركان؟ فتحة أو شق في القشرة الأرضية. فتحة أو شق في القشرة الأرضية تخرج منها. يفكر كده إيه المواد اللي بتخرج من البركان؟ مواد منصهرة، صخور منصهرة، أو غازات محبوسة. كمية غازات هائلة تنفجر مع انفجار البركان، وهي القوة الرئيسية اللي بتسبب انفجار البركان. يبقى نقول مع بعض: فتحة أو شق في القشرة الأرضية تسمح بخروج صخور منصهرة غازات محتبس، صخور منصهرة غازات محتبس تخرج من خزان المجمى أو غرف مؤقتة. حد فاكر كده أنواع البراكين؟ نقولها كده مع بعض بسرعة: في براكين مستديمة، في براكين متقطعة، في براكين خامدة. طب واحنا نعرف منين انها خامده؟ يبقى غرفه المجمى اصبحت خاليه تماما من المجمى، خلاص ما فيهاش مجمى تاني. هل هيصير البركان الخامد ده مره اخرى؟ مستحيل، لانه فرغ تماما من ماده المجمى. طب حد فاكر ايه الغازات اللي بتطلع من البركان؟ ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، امونيا، كبريتيد الهيدروجين، كبريتيد الهيدروجين. يبقى احنا نقول تعريف البركان كده تاني بسرعه مع بعض: فتح أو شق في القشرة الأرضية تسمح بخروج مواد منصهرة وغازات محتبسة تخرج من خزان المجمى أو غرف مؤقتة. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال بيقول: العمل الهدمي للمية الأرضية أو اسمها المية الجوفية. طبعا احنا عندنا عوامل التعرية في الباب الخامس عديدة ولازم يجي فيها أسئلة. المية الأرضية هي المية التي تتكون في باطن الأرض. طب ايه مصدرها؟ هي اصلا ميه امطار وجليد. واحد يقول لي: طب ازاي يا مس منال ميه امطار توصل في باطن الارض؟ تتسرب عن طريق المسام والشقوق وتتجمع تبقى ميه ارضيه. طب الميه الارضيه دي ليها عمل هدمي وعمل ترسيبي. كل عوامل التعريه ليها عمل هدمي وعمل ترسيبي، الا الامطار طبعا عارفين ليها عمل هدمي فقط. تعال نشوف العمل الهدمي للميه الارضيه. احنا عندنا نوعين من الهدم: هدم ميكانيكي وهدم كيميائي. ركز معايا، نبتدي بالهدم الميكانيكي. الهدم الميكانيكي عبارة عن ايه؟ لما الصخور تتشبع بالمية يجرى لها ايه؟ تنهار، تسقط فتات الصخر، يسقط وينهار عند تشبعها بالمية الأرضية. ده اسمه هدم ميكانيكي، مجرد انهيار الصخور. دي تجوية ميكانيكية. احنا عندنا نوعين: تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية. فاحنا الهدم الميكانيكي بنقولها ازاي؟ تنهار كتل الصخور على جوانب السفوح، سفح الجبل. امتى تنهار؟ امتى الصخور تنهار وتنزل وتتراكم؟ عند تشبعها بالميه الارضيه. ده هدم ميكانيكي. نقولها كده: تنهار كتل الصخور على جوانب السفوح عند تشبعها بالميه الارضيه. طب الهدم الكيميائي؟ الهدم الكيميائي فيها بقى ذوبان. ايه اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف مع بعض. الميه الارضيه لوحدها ما تدوبش، مذاب فيها غاز ثاني أكسيد الكربون. أفكرك كده كأنها مطر حمضي. مطر بلس CO2 يعمل لي كربونيك أسيد أو حمض كربونيك. المية الأرضية مذاب فيها ثاني أكسيد الكربون، وكمان مذاب فيها أملاح حمضية تعمل على ذوبان. أول ما أقول ذوبان يبقى ده هدم كيميائي. طب بتدوب إيه؟ بتدوب الصخور الجيرية وتكون مغارة. أي مغارة أو أي كهوف ذوبانية في أي جبل اعرف على طول إن سببها العمل الهدمي للمية الجوفية أو المية الأرضية.
ولو رحت المقطم كده وشفت المغارات تعرف ان المغارات دي عبارة عن كهوف ذوبانية بفعل المية الأرضية. طب في حاجة كمان، في مياه قلوية وأحماض عضوية، دي بتدوب معدن السيليكا. لغاية ما بتدوب معدن السيليكا كده عمل هدم، طالما قلت تذيب معدن السيليكا يبقى عمل هدم. طب معدن السيليكا ده بيروح فين؟ بيحل محل ألياف الأشجار والحفريات. أي شجرة تتحلل الألياف بتاعتها تدخل جواها معدن السيليكا بفعل المية الأرضية، يبقى المية الأرضية مذاب فيها معدن السيليكا، ومعدن السيليكا ده بيحل محل الألياف بتاعة الشجرة. بعد سنين ألاقي الشجرة دي بقت شجرة متحجرة. واحد يقول لي طب ومثلا فين دي الشجرة متحجرة؟ احنا عندنا هنا في مصر في التجمع الخامس محمية كبيرة جدا اسمها محمية الغابة المتحجرة. طب واحد يقول لي شجرة متحجرة دي عمل هدمي ولا عمل ترسيبي؟ خلي بالك السؤال ده بيجي كتير. الأشجار المتحجرة تعتبر الاتنين، عمل هدمي وعمل ترسيبي. ازاي يا مس منال؟ أقولك، المية طالما دوبت الصخور السيليكا ومعدن السيليكا كده عمل هدمي، تذيب عمل هدمي. أول ما معدن السيليكا يحل محل ألياف الأشجار يبقى عمل ترسيبي. يبقى احنا كده خلصنا السؤال بتاع العمل الهدمي للمية الأرضية، سواء هدم ميكانيكي وهدم كيميائي. وما تستعجلش وانت بتكتب الإجابة في الامتحان، تكتب الهدم الميكانيكي وتنقل على السؤال اللي بعده، وبعد كده تفتكر انك انت نسيت الهدم الكيميائي. لا، نكتب الاثنين. نشوف السؤال اللي بعده. عبر بمصطلح علمي، تنشأ من تفتيت الصخور وتآكلها بفعل عوامل التجوية المختلفة وتأثير الكائنات الحية. ده سؤال شوية غير مباشر، عايز تفكير. انت طالب علمي مش لازم السؤال يكون مباشر على طول وتحط الإجابة، لازم تفكر لغاية ما توصل الإجابة السليمة. بيسألك عن حاجة بتنشأ من تفتيت الصخور، يعني تجوية، يعني الصخر يتفتت ويكون الحاجة دي. طب إيه الحاجة دي وتأثير الكائنات الحية؟ واحد يقول لي طب والكائنات الحية بتفتت الصخور؟ آه. طب إزاي الكائنات الحية بتفتت الصخور؟ مش النبات بيمد جذوره عشان يجيب مية؟ وهو بيجيب مية مش بيفكك التربة ويجعلها قابلة للحركة؟ طب الحيوان بيعمل تجوية؟ تقول لي إزاي الحيوان بيعمل تجوية؟ آه، تجوية نوعها إيه؟ ميكانيكية. مش الحشرات بتحفر أنفاق في التربة؟ طول ما هي بتحفر بتفكك ولا بتنقل الفتات؟ الاتنين، بتفككها وتجعلها قابلة للحركة. يبقى إيه الإجابة لما يقولك حاجة بتتكون من تفتيت الصخور؟ طبعا دي التربة. خلي بالك مش ده التعريف اللي احنا متعودين عليه. التعريف اللي احنا متعودين عليه يعني ايه تربة؟ خليط من المعادن وبقايا عضوية متحللة. بس هنا السؤال ما جاش مباشر، نفكر. يبقى التربة تنشأ من تفتيت الصخور وتآكلها بفعل عوامل التجوية المختلفة والكائنات الحية. نشوف السؤال اللي بعده. المجهود، ده سؤال بقى مهم جدا، الذي قام به العالم إيري. احنا عارفين علماء المنهج، تعالوا نفتكرهم كلهم كده بسرعه. مين صاحب مقياس الصلاده؟ يلا قول معايا كده وحاول تفتكر. موهس. مين صاحب نظريه الانجراف القاري؟ الفريد فيجنر. مين صاحب نظريه تكتونيه الالواح؟ ثلاث علماء، اوليفر سايكس ايزاكس. مين صاحب خاصيه توازن القشره الارضيه؟ البروفيسور ايري. طب مين اول من اطلق لفظ مقياس ريختر؟ مين اللي عمل مقياس ريختر اللي بيقيس قدر الزلزال؟ أظن الإجابة في السؤال، مين المقياس اللي بيقيس قدر الزلزال؟ تشارلز ريختر. طب هنا بيسألك عن مجهود الذي قام به العالم إيري أو اسم البروفيسور إيري. طبعا البروفيسور إيري عمل دراسات جيوفيزيقية. عمل بيها إيه الدراسات دي؟ هو استنتج توازن القشرة الأرضية، حدوث توازن أيزوستاتيكي في القشرة الأرضية. إزاي؟ قال صخور الجبال خفيفة الوزن متوسطة الكثافة. كثافتها قد إيه؟ 2.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب الجبال دي اللي بتتكون من صخور خفيفة الوزن في حالة توازن مع ما يجاورها من السهول والمنخفضات، اللي مخلي الجبال في حالة توازن مع صخور المنخفضات. أي جبل في الدنيا له جذور، تعالوا نشوف الجذور دي قد إيه.
نبص كده، طبعا احنا عارفين الرسمه دي بتاعت ايه، دي توازن القشره الارضيه، والرسم دي علينا وتيجي ويجيب عليها اسئله كتير. قام البروفيسور ايري بتفسير توازن القشره الارضيه، قال ايه؟ قال صخور الجبال خفيفه الوزن متوسطه الكثافه، كثافتها 2.8، لكنها في حاله توازن مع الصخور السهول والمنخفضات، عشان الجبل له جذور زي ما احنا شايفين على الرسم. اي جبل في الدنيا ليه جذر، طب الجذر ده قد ايه؟ 4 أمثال الجبل. يعني لو جبل طوله كيلو تحتيه جذر قد ايه؟ 4 كيلو. طب لو جبل طوله 2 كيلو متر يبقى الجذر 8، نضرب على طول في 4. طب لو قال لي الجبل 5 كيلو يبقى الامتداد الرأسي كله كام؟ واحد يقول لي الامتداد الرأسي 20، اقول له غلط، انت بتضرب في 4 تجيب الجذر، يبقى الجبل فوق 5 كيلو والجذر تحت 20 كيلو، يبقى الامتداد الرأسي كله من قمة الجبل لغاية تحت توتال يبقى كام؟ 25 كيلو. خلي بالك في صيغة السؤال، لو طلب منك امتداد الجذر بس اضرب في 4، لو طلب منك الامتداد الرأسي كله نضرب في كام؟ في 5. طيب تعالوا نكمل خاصية التوازن دي اللي افترضها البروفيسور إيري. هو بيقول إن هذه الجبال اللي في حالة توازن تفسر حدوث الكوارث والزلازل. فين؟ في المناطق المنحصرة بين سلاسل الجبال. دائما الكوارث والزلازل تحدث في المناطق المنحصرة ما بين سلاسل الجبال. طب إيه اللي بيحصل في التوازن القشرة الأرضية؟ عوامل التعرية بتفتت قمم الجبال والهضاب وتنقلها من منطقة التفتيت، بص معايا على الرسمة تاني، إلى منطقة الترسيب. طب لما عوامل التعرية تنقل قمم الجبال من منطقة التفتيت لمنطقة الترسيب، الضغط هنا إيه؟ يقل، والضغط في المنطقة الأخرى يزيد، كده مفيش توازن. يقوم يحصل إيه؟ تنساب الصهارة أو المجمة. خلي بالك من الأسماء اللي أنا هقولها ولازم تركز كده، ما تقولش بس تنساب الصهارة، قول الأسماء كلها معايا. مين المادة اللي بترجع تاني؟ كده عوامل التعرية شالت قمم الجبال بعد تفتيتها من مناطق التفتيت إلى أحواض الترسيب. إيه اللي يحصل؟ لازم على طول ترجع الصهار أو المجمة أو نقول الصخور المائعة أو نقول صخر الجرانيت، ركز، اللي بيتكون من معدن إيه؟ كوارتز وفلسبار. الصهارة بترجع تاني من فين لفين؟ من أسفل منطقة الترسيب إلى أسفل منطقة التفتيت. واحد يقول لي طب الصهارة أو المجمة أو الصخور المائعة أو الجرانيت بترجع تاني ليه؟ عشان تعيد ارتفاع الجبال، وبكده بتعيد توازن القشرة الأرضية، تعيد ارتفاع الجبال وتعيد توازن القشرة الأرضية. يبقى احنا كده فسرنا المجهود الذي قام به البروفيسور إيري وهي توازن القشرة الأرضية، والنظرية دي مهمة جدا وبيجي عليها أسئلة كتير. نشوف السؤال اللي بعده. قارن، هنا بقى قايل لك مقارنة صريحة، مش عايز وجه شبه ولا وجه اختلاف. قارن بين النحت المتباين في تكوين المصاطب والنحت المتباين في تكوين المياندرس. تعالوا بقى نفتكرهم بالشرح وبالرسم. هنقول دلوقتي المصاطب بتكوين النحت المتباين. احنا عارفين ظاهرة النحت المتباين معناها ايه؟ تآكل الصخور الرخوة أكتر من الصخور الصلبة. كلمة متباين يعني مختلف. عندما تمر رياح على صخور مختلفة الصلابة بتعمل إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. الرياح تمر على صخور مختلفة الصلابة. طبعاً إحنا ما نرسمش إلا إذا طلب مننا الرسم. واحد يقول لي طب أنا دعم إجابتي بالرسم، طب بتضيع وقت الامتحان ليه؟ ما في أسئلة تانية عليك تعملها. دي صخور مختلفة الصلابة، صخور رخوة وصخور صلبة. هنفترض ان الصخور الرخوة دي صخور طينية تعلوها صخور صلبة من حجر جيري. تعمل الرياح، عندما تمر الرياح على هذه الصخور تنحت في الصخور الرخوة اكتر من الصخور الصلبة. قول معايا تاني، تنحت في الصخور الرخوة اكتر من الصخور الصلبة. تظل الصخور الصلبة معلقة بارزة زي ما حضرتك شايف كده. طب دي اسمها ظاهرة ايه؟ نحت متباين. طب الصخور الصلبة دي اسمها مصاطب. قول معايا اسمها ايه؟ مصاطب. طب هل المصاطب دي هتفضل كده العمر كله؟ لا،
في يوم من الايام تسقط بفعل الجاذبيه. يبقى احنا رسمنا كده خطوات تكوين المصاطب، ودي ظاهره نحت متباين. مين عملت؟ الريح، بفعل الريح. طب الرسمه دي اسمها ايه؟ ظاهره النحت المتباين وتاثير الجاذبيه. طيب كده عرفنا النحت المتباين بفعل الريح. طب في حاجه كمان، النحت المتباين بفعل الانهار، بس هنا بيقول لي مياندرز. طالما قال مياندرز ركز بقى فيها جدا دي. ماذا يحدث عندما يمر النهر على صخور مختلفه الصلابه على جانبي النهر؟ احنا في سؤالين متشابهين جدا، بس نركز في كلمه، كلمه تفرق ما بين اجابه واجابه. تعال نشوف السؤالين. هنا مياندرز، يمر النهر على صخور مختلفه الصلابه على الجوانب، على جانبي النهر، تعمل مياندرز وهنشرحها دلوقتي. لكن تاني سؤال بقى، ماذا يحدث عندما يمر النهر على صخور مختلفة الصلابة؟ بس غير كلمة، بدل على الجوانب قال في القاع، دي حاجة تانية خالص وهي المساقط المائية. تعال نشوف الأول المياندرز. ماذا يحدث عندما يمر النهر على صخور مختلفة الصلابة على الجوانب؟ بيعمل التواءات وتعريج اسمها مياندرز. اللي حضرتك شايفها دي اسمها مياندرز. ايه تعريفها؟ التواءات وتعريج نتيجة نحت النهر على الجوانب في صخور مختلفة الصلابة، حيث يكون النحت من الخارج. ركز معايا كده، لو ده اتجاه النهر كده بيعمل عملية نحت من الخارج، من الجانب الخارجي، يبقى المنطقة دي اسمها منطقة نحت، والترسيب من الداخل، يبقى ده منطقة ترسيب. طب ساعات يسألني في الامتحان ويقول لي ويشاور ويقول لك دي منطقة نحت ولا ترسيب، على الطالب يشوفها من الداخل ولا من الخارج. شوف كده، دي تعتبر منين؟ من الداخل، يبقى دي منطقة ترسيب. طب دي، قول انت بقى كده، فكر كده، دي نحت ولا ترسيب؟ دي برضو منطقة ترسيب، يبقى قصادها على طول من الخارج دي منطقة نحت ودي منطقة نحت. طب نقول مع بعض تاني، ماذا يحدث عندما يمر النهر على صخور مختلفة الصلابة على الجوانب النهر؟ ينحت في الصخور الرخوة أكتر من الصخور الصلبة، حيث النحت في الجانب الخارجي والترسيب في الجانب الداخلي، يكون التواءات وتعريج اسمها مياندرز. طب ثواني بقى، المياندرز دي في يوم من الأيام يحصل إيه؟ تنفصل عن النهر وتكون بحيرة قوسية أو اسمها بحيرة هلالية. الالتواء ده ينفصل عن النهر يكون بحيرة هلالية أو اسمها بحيرة قوسية، تاركا النهر في مسار جديد. يبقى البحيرة، على فكرة المياندرز دي في أي مرحلة من مراحل النهر؟ تكثر المياندرز في مرحلة الشباب ولا النضوج ولا الشيخوخة؟ فكر معايا، الالتواءات والتعريج والمياندرز في مرحلة النهر الشباب. طب لو سألني ماذا يحدث عندما يمر النهر على صخور مختلفة الصلابة بس في القاع؟ يعني هو سؤال بس في كلمة اتغيرت. أول ما يقول لي في القاع يبقى اسمها مساقط مائية. تعالوا نرسمها مع بعض. أهي دي الشلالات أو المساقط المائية. عندما يمر النهر على صخور مختلفة الصلابة ينحت في الصخور الرخوة أكتر من الصخور الصلبة، يبقى دي صخور رخوة، تعلوها صخور صلبة. تظل الصخور الصلبة شديدة الانحدار، تتساقط المياه رأسياً وتكون مساقط مائية. طبعا المساقط المائية دي عمل ايه للانهار؟ عمل هدم. يبقى احنا خدنا دلوقتي ظاهرة النحت المتباين في الرياح وفي الانهار. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عايز فوائد البركان. احنا النهاردة عرفنا يعني ايه بركان وعرفنا تعريفه. طب طالب ايه دلوقتي؟ فوائد البركان. ايه فوائد البراكين؟ تعالوا نفتكر اول فايده. لو حصل ثوره بركانيه تحت سطح البحر، فكر كده معايا، ثوره بركانيه بس مش في الارض، في البحر، في يوم من الايام ثوره بركانيه دي تعمل حاجه اسمها جزيره بركانيه، ودي فايده كبيره طبعا. افكرك مثلا زي جزيره هاواي في امريكا، يبقى احنا عندنا البركان بيطلع تحت البحر يعمل جزيره بركانيه. طب تاني فايده، لو المطر سقط في فوهه البراكين، أنهي براكين بقى، مستديمة ولا متقطعة ولا خامدة؟ طبعا بركان خامد،
يعمل بحيرة مستديرة، دي فايدة. سقوط المطر في فوهة البراكين الخامدة هيعمل بحيرة مستديرة. طب تالت فايدة من البركان، أحلى تربة زراعية خصبة من الرماد البركان. طبعا ازرع بقى زي ما انت عايز. يبقى من فوائد البراكين تربة زراعية خصبة من الرماد البركان. طب رابع فايدة، هو البركان ده بيطلع صخور ايه؟ بركانية. طب تفتكر كم كيلو؟ لا قول يا بسم الله، كم طن؟ ملايين أطنان من الصخور البركانية. طب الصخور البركانية دي بتطلع تعمل ايه؟ جبال وهضاب بركانية. طب ودي مهمة الجبال والهضاب البركانية؟ طبعا دي ليها فايدة. واحد يقول لي طب ايه فايدتها؟ مش الجبال بتعيد توازن القشرة الأرضية؟ بدون الجبال مفيش توازن في القشرة الأرضية. يبقى نقول تاني فوائد البراكين، تربة زراعية خصبة من الرماد البركاني. نمرة اتنين، البركان بيضيف جزر بركانية، ده لو حصل ثورة بركانية فين؟ تحت سطح البحر، يعمل جزيرة بركانية. إذا امتلأت فوهة البراكين بمية الأمطار يكون بحيرة مستديرة. يكون بحيرة إيه؟ مستديرة. يضيف ملايين أطنان من الجبال والهضاب البركانية، وده بيعيد توازن القشرة الأرضية. نشوف السؤال اللي بعده، عبر مصطلح علمي، خواص تعتمد على الضوء الساقط على المعدن والمنعكس منه. طبعا احنا عندنا دي خواص ايه؟ بصرية. احنا عندنا خواص بصرية وخواص تماسكية. طالما ضوء ساقط على المعدن ومنعكس منه دي خواص بصرية. قلناهم في بداية الحلقة، نقولهم كده بسرعة، باريك لون، عرض اللون، شفافية، مخدش. طب الخواص التماسكية فاكرها؟ الصلادة، الانفصام، المكسر، القابلية للطرق والسحب. يبقى لما أقول لي خواص تعتمد على الضوء الساقط على المعدن والمنعكس، خواص بصري. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لك ما النتائج المترتبة على تجوية كيميائية؟ خلي بالك الباب الخامس في نوعين من التجوية، تجوية كيميائية وتجوية ميكانيكية. طبعا لازم يجي فيهم أسئلة. التجوية الكيميائية كانوا أربع أنواع، نفتكر مع بعض، أكسدة، كربانة، تميق، الاختلاف بين ظروف تكوين المعدن وظروف البيئة السطحية. هنا عايز بقى البازلت، تعالوا نفكر كده، ده سؤال يعتبر شوية غير مباشر. البازلت صخر ناري، حد فاكر نوعه ايه؟ صخر ناري قاعدي، والصخور النارية القاعدية غنية بمعادن فيها عناصر حديد ومغنيسيوم. أول ما نقول حديد ومغنيسيوم تفتكر على طول إيه؟ أكسدة ولا كربانة؟ فكر كده. طبعًا أكسدة. مين أكتر معدن يتأكسد؟ يعني إيه يتأكسد؟ يعني يتأثر بالماء المزفي الأكسجين. مية مزفيها غاز أكسجين تعمل إيه المعادن؟ بتعمل لها عملية أكسدة. شفت أنت الحديد لما بيصدي؟ ها نفس الفكرة. طب صخر البازلت، واحد يقول لي هو صخر البازلت يصدي وفي صخور بتصدي؟ صخر البازلت يحصل له أكسدة. هتقول لي ليه؟ عشان هو غني بالحديد والمغنيسيوم. حتى فكرك في باب الصخور كنا بنقول علل ليه البازلت لونه أسود غامق، عشان يحتوي على معدن فيه حديد ومغنيسيوم. يبقى أول ما يقول لك تجوية كيميائية على البازلت على طول تقول له أكسدة. طب الفلسبار، ده الفلسبار ده بقى مهم جدا، تعالوا نفتكر مع بعض. معدن الفلسبار أحد معادن صخر الجرانيت. الجرانيت فيه مايكا، كوارتز، فلسبار. افتكر معايا باب الصخور، الجيولوجيا كلها مرتبطة ببعض مش أبواب منفصلة. احنا بنجيب من باب الصخور عشان نشرح التجوية في الباب الخامس. الفلسبار معدن أحد معادن صخر الجرانيت، مايكا، كوارتز، فلسبار. عايز أفكرك بحاجة، صخر الجرانيت فيه الثلاث معادن، هل الثلاث معادن بيتأثروا بالتجوية الكيميائية؟ لا، المايكا والفلسبار بيتأثروا بالتجوية الكيميائية. طب الكوارتز لا يتأثر بالتجوية الكيميائية. لو نزل عليه مطر حمضي، واحد يقول يعني مطر حمضي؟ قلنا من شوية مطر محمل بالأحماض. لو نزل على معدن الكوارتز هل بيتأثر؟ ولا يتأثر ولا يتغير ويبقى كما هو. لو نزل عليه مطر حمضي سنين يفضل الكوارتز زي ما هو. ليه؟ ليه معدن الكوارتز ما بيتأثرش بالتجوية الكيميائية؟ لأنه تبلور في حرارة وضغط منخفض. تقول اشمعنى؟ في حاجة بتقول ايه؟ التجوية الكيميائية تؤثر على المعادن التي تبلورت من الصهير في حرارة وضغط مرتفع،
أكثر من المعادن التي تبلورت من الصهيل في حرارة وضغط منخفض. المايكا والفلسبار بيتأثروا بالتجوية الكيميائية، ليه؟ عشان يتكونوا في حرارة وضغط مرتفع. طب ليه الكوارتز ما بيتأثرش؟ يبقى كما هو، لأنه آخر معدن تبلور في حرارة وضغط منخفض، وخواصه صفاته الفيزيائية والكيميائية جعلته لا يتأثر. طب تعالى نشوف بقى الفلسبار حصل له إيه. أول ما يسقط عليه مطر حمضي، يعني مطر محمل بثاني أكسيد الكربون، يتكون حمض كربونيك أو كربونيك أسيد. الفلسبار ده معدن ضعيف جدا، أول ما ينزل عليه المطر الحمضي بيتغير ويتحلل ويديني معدن جديد خالص اسمه معدن كاولينايت. فاكرين باب المعادن ذكر اسم الكاولينايت قبل كده في البريق، كان بريقه مطفأ ترابي. يبقى احنا عندنا معدن الكاولينايت سيليكات ألمونيوم مائي. قول معايا سيليكات ألمونيوم مائي، ده أحد معادن الطين. يبقى الفلسبار الذي ينتمي لمجموعة السيليكات هيتحول إلى معدن كاولينايت، أحد معادن الطين. نشوف السؤال اللي بعده، شبه واختلاف. ده سؤال بقى مهم جدا، الشبه والاختلاف ما بين الجرانيت والجبرو. الجرانيت والجبرو الاتنين صخور نارية، والاتنين صخور نارية جوفية. الشبه النسيج، هما الاتنين بيتكونوا في جوف الأرض. الجرانيت والجبرو طالما الاتنين بيتكونوا في جوف الأرض يبقى النسيج واحد، نسيج خشن. والنسيج الخشن يرى بالعين المجردة، حيث الأيونات الصهير يتكون في باطن الأرض. أيونات الصهير تتحرك وتتجمع حول مركز تبلور واحد، تكون بلورات حجمها كبير عددها قليل. يبقى الشبه هما الاتنين نسيج خشن. طب والاختلاف؟ الجرانيت صخر ناري حمضي، إذن صفاته تنتمي للصخور النارية الحامضية. أما الجبرو صخر ناري قاعدي، صفاته تنتمي للصخور النارية القاعدية. إيه صفات الصخور النارية الحمضية؟ امسك بقى كده كل صفات الصخور النارية الحامضية. السيليكا أكتر من 66%. اللون وردي فاتح. ليه الجرانيت وردي فاتح؟ عشان فيه معدن كوارتز 25% ومعدن فلسبار. أما الجبرو يتكون من سيليكا من كام لكام؟ من 45 لـ55، وفي تركيب معدني مختلف، أوليفين بيروكسين أنفيبول، وفلسبار غني بالكالسيوم. الجرانيت لونه وردي، الجبرو لونه أسود غامق. الجرانيت يتكون عند حرارة أقل من 800، الجبرو يتكون عند حرارة أكثر من 1100. وبكده النهاردة إن شاء الله نكون انتهينا من مراجعة مادة الجيولوجيا من خلال حل الأسئلة. نصيحتي للطالب الفترة دي اقعد حل كتير وتدرب كتير على الأسئلة ومضيعش وقت، وربنا معاك وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله.